السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفة، بما أننا مقبلين على ماشي مقبلين، يعني احنا في فصل الصيف والشعر ديالنا كيتضرر، ومن حتى كنحتاجو بعض العناية. كتشوفوا معايا عندي هنايا هذا أزير أو إكليل الجبل، كتعرفوا المنافع ديالو الصحية لا بالنسبة للجسم، كنقدروا نستعملوه مع الطاجين ديال الحوت مع السمك او مع الشوى، كيطلق واحد النكهه كما كتشوفوا معايا. هو هذا اليوم غادي نستخدمه كوصفه للشعر. غنحضر معكم به جوج الوصفات، غنوريكم كيفاش تقدروا تستخلصوا ديك الماده اللي كتكون في ازير بطريقه سهله وبسيطه، ويستفد منه الشعر ديالنا. راه كينبت الفراغات ديال فروه الراس، وكيعالجنا فروه الراس الا كانت كتعاني من شي مرض ولا شي حاجه. وكينبت الشعر في الفراغات، وكيحافظ على الشعر، كيخليه الشعر ما كيخليش الشعر جاف ترطيب، كيحافظ على الماء في الشعره. وكما كتعرفوا دابا درجه الحراره مرتفعه، والشعر ديالنا والبحار اللي مشينا البحار او لابيسين، وكيتعرض من اشعه الشمس بحال اللي كيولي بحال محروق. هذه الوصفه اللي غنحضر معكم اليوم، نتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر في التعليق. وهي سهله، المهم غنحضر معكم جوج الوصفات. الوصفه الاولى غادي نحتاجوا فيها الزيت، الوصفه الثانيه ما غادي نحتاجوا فيها لا زيت لا والو. تبعوا معايا المراحل. وبالنسبه اللي اول مره كيشاهد القناه، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش فيما يكون الجديد يوصلكم ان شاء الله. بسم الله. دابا غنبدا في تحضير الوصفه الاولى. دابا اولا غادي نجي نهد ازير كما كان عندكم، يا ناشف يا باقي خضر. هذا انا ماشي ناشف 100%، غادي نحاول نخليه بحال هيدا، غادي نكملو كامل. غادي نحاول كامل نحيدو هاد العويدات هادو، خلي غير هاد الشعيرات ونرجع معكم. صافي، ها هو بعد ما قربتو بحال هيدا كما كتشوفوا الريحه، ما نقولكمش مي كتبقى حيتاش كيبقى يطلق واحد النسمه غزاله في الدار. صافي، غادي نجيب واحد الطنجره بحال هادي، اي طنجره تكون عندكم. غادي نعمل واحد الكميه بحال اللي شفتوا، هذا غنحتفظ به حيت غادي نعدل معكم وصفه اخرى بحال هيدا. كمشه تقريبا، كميشه غادي نزيد عليها كاس ديال الزيت عادي، الزيت ديال المائدة، وإلا كان عندكم الزيت ديال نوار الشمس كان أحسن. غادي نعملو هنايا، بحال هيدا. صافي، غادي نجيب واحد الطنجرة أولا مقلة أولا شنو ما كان، بحال لي كتشوفو بحال هادي. هيا عملت فيها شوية ديال الماء، غادي نحط هذه هنايا هيدا. وغادي نغطي عليها وغنعملها فوق البوطه واحد المده ديال 20 دقيقه تبدا تغلي. نقص لا نخلي العافيه مهيله، ومن بعد ملي تفوت 20 دقيقه غادي نرجع معكم ونقول لكم شنو غادي نعمل من بعد. صافي، ها هو بعد ما خليته 20 دقيقه فوق البوطه وخليته هنايا ليله كامله، حصلت عليه بحال هيدا كما كتشوفوا. الزيت اللون ديالو كيتبدل، ما كيبقاش بحال اللي كان، كيولي عاطين اللون الاخضر. وهو شوف هاد الازير هذا بحال اللي اللون ديالو تبدل. دابا غادي نجيب هاد الصفايه وهاد الزلافه، غادي نفرغ هاد الزيت وهاد الازير حتى هو باش يتصفى. الريحه ما نقولكمش ديال الازير كيفاش عاطيه،
ديك الزيت تعطي دابا شرب مكونات ديال اللي كنا في ازير، خلي غنقولوا ذوبنا المكونات ديال ازير في الزيت، خرجنا ديك المكونات اللي وانتم عاد قلبوا وغتشوفوا، دخلوا قلبوا وغتشوفوا الفوائد ديال الزيت ديال الازير على الشعر حتى للجسم، كتصلح حتى للجسم. المكان ديال الالم، كاين اللي كيكون عنده الالم ديال الروماتيزم في المفاصل حتى هو كيصلح نعملو به الماساج. واحد النسمه في الكوزينه عندي ما نقولكمش غزاله، هاد الريحه ديال ازير ها هو كيتصفى. غنجيب واحد السلافه اخرى، غنخلي هذا يتصفى على خاطرو هنايا، وهادو جبت هنايا هاد القريعات، تقدروا تستخدموا اكثر من هادو، انا ما لقيتش جبات غير هادو عندي. غادي نجيب واحد بسم الله، وقيلا نكب المغرفه احسن، غادي يهرق لي. نحيد ازر من عندي، بسم الله. هادو كيرفضو غير شويه، مكيرفضوش بزاف، صافي بحال هيدا كتشوفوا اللون كيف كيتبدل. غادي نعمر حتى هادي، كترفد هاد الرديمة 3 معالق في الحساب. الريحه ديال الازير فيه ما نقولكمش، هانتوما غتجربوه وغادي تشوفوا. بالنسبه حتى ملي كيدخل غير في، نجيب واحد شويه من هنا، شوف دغيا كيتمتص. وميتغيو تدهنوا على شعركم دائما، جيبوا واحد شويه قطرات وتوضعوهم في اليد وتسخنو مزيان بحال هيدا، ودوزو على الشعر ديالكم بحال اللي كتعطيوه واحد الطاقة، عرفتي كيرطب الشعر بواحد الطريقة غزالة بزاف. وتقدرو تعملوه كماسك، كقناع أو لا كقناع زيت، وعاد توصلو شعركم راه غزال بزاف. وتستعملوه كسيروم بعد ما كتغسلوا الشعر، كاينين بعض الناس كيكون عندهم الشعر حرش ملي كيغسلوه كيولي ناشف، تخليو الشعر ديالكم تيبس غير شويه ودهنوه بواحد قطيره ديال الزيت وكتسرحوه كيتمشط بواحد السهوله، بالخصوص البنيتات ديالنا الصغيورين كيبقاو يتالموا ملي كيكون عندهم الشعر شويه ناشف وكتجي تمشط لهم شعره، راه كيتقصحوا. صافي هي هذا الزيت اللي حصلنا عليه هو هذا، انا بقى لي هنايا غادي نحتفظ به في شي قرعه اخرى. نتمنى يربي تجربوا هذه الوصفه، وكما قلت لكم راها مفيده بزاف للشعر لفروه الراس. صافي يا ربي تعجبكم هذه الوصفه، هو هذا الزيت ديال ازير اللي حصلت عليه، هذا غادي نحتفظ به بشي رضومه اخرى او شي قرعه اخرى كما شفتوا. ونتمنى يا ربي تجربوها، راه مفيد بزاف، راه كيفيد الشعر ديالنا
وبالنسبة ما كيكون عندنا التساقط بزاف راه كيبقى لنا شي فراغات في الراس، كتبقى تبان لنا الجلدة ديال الراس ديالنا، هذا راه كيملأ ديك الفراغات، راه بزاف 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 مفيد للشعر، غير صدقوني جربوه وشوفوا النتيجة بنفسكم، عدلوا وشوفوا جربوا وما تخسروا والو، وغادي تكتشفوا النتيجة، غيولي معتمد عندكم، ما يبقاش يخطاكم مرة. وصافي، هذه هي الوصفة ديال هذا النهار، نتمنى يا ربي تعجبكم، ومع السلامة في وصفة مقبلة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.